السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاكوا ريفايتلايز ثيرابي، العلاج بالماء ساخن، شفاء أشخاص من حذفنا عنوان الحلقة هذه وسترون لماذا. إفادة الشخص بشفائه صديقه من أنا لي فيه أخ كان مصاب به أمراض بمرض افهموه، انتقلت العدو من أخيه الأكبر، فالأخ الأكبر توجه إلى المستشفى وهو بقي في البيت، فبدأ بشرب الماء ساخن وشوفيه. أنا لي كتبت لك عن صديقي اللي كان مصاب بين قوسين، اقرأوه وتفهموه. أخي الدكتور فارس والله سوى تحليل بعد ما أرشدته إلى شرب الماء الساخن في عجلة، أي 3 لترات في ساعة ونصف، أي مقسمة إلى نصف ساعة يوميا في 3 أيام. عملوا له التحليل، لو يكون أثر والله إنها معجزة يا دكتور، إنها ثورة حقيقية. أنا والله مندهش من هذه النتائج. أخي فارس سوف أبعث لك رقمي وأتكلم معك في هذا الموضوع. أخي فارس أنا أعتذر لك يا دكتور سلام. حالة أخرى، أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا مواطنة من الخليج، عمري 56 سنة. بدأ علي ظهور حرارة شديدة وكحة واحتقان وتضخم في اللوزتين وإسهال، فكرت الأمر عادي وزادت معي الأعراض وذهبت إلى الطبيب وعمل لي تحليل ومسحة بالأنف، وبعد يومين طلعت النتيجة وأثبت وأكد الطبيب أني مصابة بمرض اقرأوها وخفت وأنزعجت، ووصف لي دواء بنادول ومضاد حيوي وشراب الليمون، وأخذت الأدوية لمدة أسبوع لكن دون جدوى أو تحسن، وحالتي أصبحت تسوء. وأخبرتني زوجة أخي عن قناة اليوتيوب عن تناول شرب الماء الساخن للدكتور فارس الحجري، وقمت بتطبيق صحيح، أشرب 3 لترات باليوم موزعة والحمد لله. ثلاثة أيام اختفت، خلال 3 أيام اختفت نهائيا وصارت عندي طاقة وحيوية، وبعدها ذهبت إلى الطبيب لكي أطمئن على وضعه الصحي للتأكد، وعملوا لي تحليل ومسح بالأنف، وبعد يومين ظهرت النتيجة من خلوي من مرض اكملوها. لا يوجد أي أعراض، واندهش الطبيب وسألني حالة من الأدوية، قلت له أبدا، سواء شربت فقط ماء ساخن، واندهش الطبيب كثيرا. بالنسبة لي أنصح جميع الأمة البشرية عدم التخلي وترك الماء الساخن ويكون برنامجه اليومي، لأنه معجزة إلهية، وهذا بفضل الله وفضل الدكتور فارس الحجري، أدامه الله وأطال بعمره. أختكم من الخليج.
لماذا لم نعلن عنوان الحلقة؟ سترون رسالتي. ملاحظة هامة، هذا الفيديو تم إزالته مرتين من اليوتيوب مفيدا ينتهك إرشاداتهم، وبالتالي توقع إزالته في أي لحظة، وبهذا نرجو نشره إلى أكبر عدد ممكن من معارفكم. 2، تنزيل الفيديو على جهازك وإعادة تحميله في المواقع الاجتماعية الأخرى، حتى في قناتكم اليوتيوب ومواقع الاجتماعية الأخرى، مع التوضيح الأسباب لذلك. 3، الإعجاب والاشتراك ونشر وتقديم تجربتك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. مع السلامة.